نتيجه تعتبر شبه محسومه. المغرب برضو الحقيقه الناحيه الفنيه، اوه نور، نور الجيتور رقم 20 و10 ثواني وثلاث نقاط. لا يا جماعه، نور الجيتور بتعلن عن نفسها، وقلنا مرور وتمريره حاجه يعني فعلا في منتهى الجمال. وتاني اهدي يا بنت، دي نور الجيتور الان لم يلعب. زهره، زهره، يو 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 يا جماعه زهره، يا جماعه زهره وجيه الجزائر في ثوبها الجديد الحقيقه. 15 14 شوطه و تمريره لكن لمين؟ لزهره. 2 على 1، 2 على 2، هتباصي ويا سلام عليك يا زهره. ايه ده يا بنتي، متمكنه واتنين عليها ومصره تحط الباسكت. 20 16 زهره على التنفيذ، مش لاقي حد تديله، وياه لوحدها، ياه يا عليك يا سميه ادري، تمريره لوحدها في غياب من دفاعات الجزء. وفي سويتشات كده سريعه، زهره تاني مش لاقي حد تديله، عايز تعدي، عايز تعدي على ثلاث نقاط، ياه يا زهره، ولمست رجلها الخط اتحسب بنقطتين. لاعبه غريبه الشكل ما شاء الله عليك، طبعا دفاع. طبعا تاني زهره 28 27 صابرين طبعا، ده كل محاولات نوره. نوره بدا يبقى في ضغط، يا نوره يا صابرين ما شاء الله. ده ايه ده يا بنتي، هي بتستفيد من ايديها الشمال وون سايد بول كده، ايه ده، ايه الجمال يا صابرين ده، وجوه الباسكت مفيش تلامس. هنشوف نوره، نوره يا سلام على الفوت وورك يا نوره، يا سلام على الفوت وورك يا بنتي ما شاء الله عليكي. 33 دقيقه 45 ثانيه، نوره نوره، لا 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 يا جماعه، يا جماعه الموضوع ده بقى اعلى من مان تو مان. اللاعبه المميزه نوره الجيتور على التصويبه الثلاثيه، غيرت رايها تاني. ايمان الكارتي، ايمان الكارتي رقم 26 رايحه رايحه، ويا سلام ونهايه زمن ال 24 ثانيه، علما بان حصل تمريره جميله جدا من يوتو بولو، لكن انتهاء كارتي المغرب. ايمان الكارتي 8 دقائق ونص، المغرب ما سجلش فيها حاجه، الجزائر جاب باسكت، هتروح 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 لوحدها لوحدها، يا ولد يا ولد يا ولد، الدلاع يا بنتي ما شاء الله. شاط كده وان هاند جميله. ايناس 44 38، والباصه السريعه بتقلل الاخطاء بالنسبه للمان بريس. زهره اللاعبه المميزه من فريق المغرب هتعدي في غيابات من الديفنس، كل الديفنس غيابات وسايبه 1 ان 1 ولازم تعدي منها. 44 40 اعتقد صوفيا لازم تنزل. 40 40 7 دقايق و20 ثانيه، زهره تاني وبرضو الغيابات من دفاع الجزائر. يا سلام اقوى اثنين نور الجيتور وزهره بيعملوا كل حاجه في الباسكت بول. صايبه لوحدها، معقوله معقوله، يبقى من بدايه 50 ثانيه، زهره هتعدي تاني، رجعت تاني نوره جيتور، نوره ايمان الكارتي طالعه يوتو وباسكت، يوتو بولو وباسكت. يا جماعه الدفاعات مغيبه من الجزائر تماما، وقلنا كل ما هم فاتحين المان تو مان، شايفين دافعين فاتحين مان تو مان لوحدها 1 ان 1. رمية إضافية من يوتو بولو وجوه الباسكت. 46 45 هتشوط ولا ايه؟ عدت عدت عدت، ويا ثلاثة من المغرب. زهرة دينامو، دينامو المغرب. زهرة وجيه. إيمان يا إيمان، إيمان الكارتي 49 47 والتفوق مغربي. نسرين الفريق المغربي فعلا رجع لدفاع منطقه، و
طبعا دفاع المنطقه لازم يبقى في تصويبات متقنه، وهنشوف هيعمل ايه. شوطه بعيده قوي قوي قوي. يا 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 نوره يا نوره جيتور يا جماعه. نوره دي لاعبه، ايه ده، ايه الجمال والحلاوه دي. شاطت بعيد عن منطقه 3 بوينت ب 88 خطوه. زهره طبعا الاثنين بوند دول يبقى فرق 10 بوند جوه الباسكت. فعلا ما شاء الله زهره ونوره جيتور ما جلوش ولا كوره. زهره والثانيه جوه الباسكت، فرق 10 نقاط. دقيقه صوفيا اتخطف الثاني. ايه ده، ده المغرب خلاص عدى. يا سلام يوتوبولو، يوتوبولو 56 48 8 نقاط. ويا ترى في تصحيح اوضاع ولا الجزائر هتقول ليها حاجه ثانيه. صوفيا ما فادوش من الهجمه المرتده. طبعا دريبل دريبل دريبل، ما ينفعش الدريبل في الهجمه المرتده. الهجمه المرتده يعني باس. زهره على ثلاث نقاط. يا نهار ابيض، انسوا كل حاجه. ايه يا بنت ده؟ 61 48 بترد عليها صوفيا، لكن بره دفاع صاحي. صابرين جمال الدين لوحدها. ايمان، ايمان مميزه مميزه في التصويبات الثنائيه، مميزه. جيم تاني، تاني ايمان، ايمان على التصويبه الثنائيه. لا يا جماعه البنت ده سنس عالي قوي، سنس بعيد جدا. تطلب تغيير زهره، طلعت تاني ايمان ومتابعه وجوه الباسكت. يوتو بولو جوه الباسكت. ناديه جالها شد في الخلفيه، ان شاء الله تقوم بالسلامه. نزلت بديعه. تصويت يوتو، يوتو بولو تاني. زهره طبعا فرق كبير 14 بول، 6 دقائق. زهره بتحاول، هتحاول تشوط. رايحه رايحه رايحه. دي ووك ولا ايه؟ صابرين مش بتاعتك يا صابرين، وخطا شخصي، خطا شخصي، خطا مهاجم على يوتو بولو، خطا مهاجم. الفريق المغرب الحقيقه ما بيعملش اخطاء شخصيه. 5 دقائق 52 ثانيه 70 56 تو شوتس. ان حبايبنا لاعبين ولاعبات كره السله في حاجه اسمها فولو ريباوند زي ديفنس، وفي اوفنس كمان. ايمان الكارتي، يوتو بولو، يوتو بولو، يوتو بولو. صوفيا من صابرين جمال الدين لاعبه الارتكاز. زهره لوحدها. يوتو بولو، بولو بولو بولو، مان تو مان. لكن مع زهره اعتقد اي مان تو مان هيفشل. طالبه سكرين هتعدي، شوطه متوسطه وجوه الباسكت. قلت لحضراتكم مع زهره اي مان تو مان حل، مش صعب. دقيقتين 22 ثانيه 16 بوند. شايفين اعاده. تاني ايمان الكارتي، ايمان الكارتي متوسطه. يا جماعه دي غريبه، لعيبه غريبه الشكل. نقدر نقول مبروك للفريق المغربي وهارد لك فريق الجزائر. الحقيقه فريق الجزائر عمل لعب وتقف. مبروك للفريق المغربي وهارد لك لفريق الجزائر. الفريق المغربي هيلتقي بكره ان شاء الله مع الكسبان من فريق مصر والكويت على الاول والثاني. الفريق الجزائري هيلتقي مع الكسبان الخسران من مصر والكويت على الثالث والرابع. مبروك للمغرب وهارد لك الجزائر. سعدت بصحبتك.